Bem, manda bem. أول كلمة في كلام كل كونغرس السؤال اللي جه مرحلة كل كده كل كونغرس على تاني ماشي تعالوا نشوف بقى القصة كلها في ترانسفير رايت يلا نبتدي في حاجة يا جماعة اسمها ترانسفير برايس يعني ايه ترانسفير برايس دي اسعار التحويل بمعنى ايه كلمة اسعار التحويل بمعنى ان احنا عندنا شركة الشركة دي ليها فروع الفروع بتنتج منتجات بتستخدمها فروع اخرى لو في فرع A بينتج منتج المنتج ده ممكن يدخل بينتج مثلا بلاستيكات وفي فرع بي ده بيعمل تلفزيونات بياخد فيها او بيستخدم فيها بعض انواع البلاستيكات او شرايح البلاستيك اللي تنتجها الادارة ايه الفرع بتاع بي او السبسيدري بتاع بي كان بيشتري البلاستيكات دي من بره فجينا قلنا له طب ما في ادارة في الشركة بتعمل البلاستيكات دي او عندها الامكانية انها تعمل لك بلاستيكات مطابقة للي انت كنت بتشتريها من بره ما نعملها لك جوه لو عملناها له جوه في الفرع ايه وحولناها للفرع بي نحولها لها بكام الطبيعي انه حضرتك على مستوى الشركة مفيش حاجة اسمها نحولها لها بكام فيها اسمها ان انا بنقلها بالتكلفة انا كلفتني هنا 10 جنيه فوديتها هناك وكملت شغل كأنها بروسس مراحل لكن اللي بيحصل احنا خدنا حاجة اسمها responsibility account محاسبة مسؤولية وقلنا كل مدير لكل فرع او كل ادارة مسؤول عن التكاليف والايرادات بتاعت هذه الادارة طب لو انا خليت الناس في ايه ينتجوا مخصوص حاجات للديبارتمنت بي البلاستيكات ينتجوها مخصوص للديبارتمنت بي وبعدين حولوا البلاستيكات بتاعتهم للديبارتمنت بي وديبارتمنت بي خدتها منهم بالتكلفة واشتغلت وانتجت وباعت بقى الربح موجود فين في بي فلما تيجي تقيم المدير بتاع بي هتلاقيه جايب حاجات تكلفة قليلة لانها ارخص من اللي كان بيشتريها من بره وعامل ايرادات تمام فتلاقي المدير هنا كويس تروح بقى تقيم المدير بتاع ايه تلاقيه كان انتج 1000 وحده بس ما باعش غير 800 بس ليه في 200 حولهم فطلعهم بالتكلفه فيعتبر كانها فلوس هدر على الارض فيبقى ده الظلم فقال لك طب احنا عشان عند التقييم ما بين الادارات لافراد الريسبونسابيلتي اكاونت لمحاسبه المسؤوليه هنعمل اسعار الاسعار دي بتبقى وهميه بتتكتب في الدفاتر بس لافراد تقييم اداء الادارات انه ديبارتمنت ايه هيطلع بسعر زي السعر اللي كان بيبيع بيه وبعدين ديبارتمنت بي يشتري كانه شاريها من بره بحيث ان دي تبقى اداره مستقله تقيم بذاتها ودي اداره مستقله تقيم بذاتها لكن على مستوى الشركه الانترا كومباني ترانزاكشن دي بيسموها انترا داخل الشركه المعاملات اللي بتتم داخل الشركه بيتم ايه الغائها شطبها قدام بعضها القيود اللي مفتوحه دي بيعمل لها اليمينيشن بالظبط وفيها تشطيب ويبقى على مستوى الشركه الحاجه دي اتكلفت هنا واتباعت هنا على مستوى الشركه خط انتاجي كامل لكن على مستوى كل اداره بسمح عشان الموتيفيشن عشان التحفيز بتاع اداء المديرين ده في كل اداره عشان ما اثرش على اداء المدير عشان اخلي دايما عنده حساسيه انه ينتج اكتر ويظبط تكاليفه ويحقق ارباح هتجيله فرصه ان هو لو بيطلع بره أو زي ما يكون بيطلع جوه فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا نوعين من الكاستمر في الفاليو تشين لما قلنا في تو كاستمر في انترنال كاستمر واكسترنال كاستمر الاكسترنال اللي هو المستثمر او المشتري الخارجي اما الانترنال كاستمر الاداره اللي بعدي تمام بعتبرها هي دي المشتري الداخلي بتاعي تمام فانا لما اجي اعتبره كانه انترنال كاستمر ده مشتري داخلي يبقى لازم اطلع له بسعر بحيث ان انا ابقى راضيه وهو كمان يبقى راضي فقال طيب لما انت كاداره بتطلع طلعت بسعر البيع اللي كنت بتبيع بيه في السوق عادي طلعت ركوب برضه سعر البيع طب اللي بيشتري ده استفاد ايه؟
ما هو كان ممكن يشتري من بره بالسعر ده، ايه الميزه المشتري من عندك؟ تمام. فقال لك يبقى كده ما فيهاش ميزه. فابتدى يقولوا لا تعالوا بقى نفصلها واحده واحده. هو انت مش لما كنت بتشتري من بره كان في حاجه اسمها نقل وتكلفه وشحن والكلام ده، وكان في استلام وفحص، دي مصاريف، كل المصاريف دي هتوفرها، فهتدفع نفس سعر السوق ناقص منه مصاريف النقل والشحن والاستلام والفحص، كمان هتبقى ضامن الكواليتي لان انت عملت مواصفات معينه بكواليتي معينه جوه الشركه، وان الحاجه هتبقى كومباتبل متوافقه مع الانتاج بتاعك. طب واللي طلع ده طلع بسعر السوق استفاد ايه؟ قال لك استفاد ان هو ما سمحنالوش يحط اسعار بمزاد، لانه لو حط تكلفه مش هيبقى عنده اي حافز انه يضبط التكاليف، لو متكلف 10 هيحولها لك ب 10، هيفضل عارف ومتاكد انه كل ما يتكلف لو كلفها 15 هينقلها لك ب 15، هيرميها عليك. فاذا هو يقدر ما يضبطش تكاليفه او يدفن تكاليف في الانتاج بتاعك بحيث يعظم التكاليف على اساس انه كده كده مرحلها لك، كده كده جايبها منك. فقال لك يبقى ده ممكن يتلاعب في التكاليف ويعظم التكاليف هنا وينقلها عليك، فيبقى بيعظم التكاليف على مستوى المنتج. لكن لو قلنا له لا ده انت هتبيع بسعر السوق، فهنجبره يبيع بسعر السوق اللي هو السعر التنافسي في الماركت المفتوح. وبالتالي السعر التنافسي في الماركت المفتوح، لو انت بتتعامل في سوق مفتوح دايما السعر التنافسي في الماركت بيبقى قليل ولا بيبقى عالي؟ بيبقى قليل. فلما تجبره انه يبيع بسعر قليل، هو عشان يحقق هامش ربح لازم يعمل ايه؟ تكاليفه يضغطها. فانت بتجبره يعمل كنترول على التكلفه لانه عارف انه في سقف سعري لازم هيبيع بيه مش هيقدر يعلي عنه. فعشان يعظم هامش ربحه لازم يضغط التكاليف، فاكبرته انه يضغط التكاليف وبقى عنده موتيفيشن وحافزيه، لانه لو حد يغلي عليك شويه انت هتقول له لا شكرا انا هشتري من بره ارخص منك. يعني انا بعمل سيجمنت ك مش كديتور ككاستمر وفي بروفيت وفي بروفيت مارجن وفي دي كلها كانه مشتري خارجي، كانك فصلت الادارتين. انت هنا بتشتغل ديسنترلايزيشن لا مركزيه، كان دي شركه ودي شركه. تمام. طيب لو انت في بلد واحده ايه مش فينش جود في الاخر مش فينش جود هي كلها حاجات، بس هي انا بالنسبه لي كادام بطلعها لك دي بتبقى بالنسبه لي فينش جود على مستوى الشركه، هي ورك ان بروسس. طب ما هو ايه الفرق بين ديت وبين الترانسفير كوست؟ لا الترانسفير كوست يبقى انت شغال خط انتاجي واحد وفاليو ادد بعملها في الشركه وبتنقل من بروسيس 1 لبروسيس 2 لبروسيس 3. طب انا ليه بعمل ترانسفير برايس؟ ما هو ده اللي انا بقوله، على اساس ان انت بتعمل حاجه اسمها محاسبه مسؤوليه وبتقيم الفرع ده لوحده وبتقيم حسابات الفرع ده لوحده. الترانسفير كوست يقدر يعمل لي الموضوع ده؟ لا ما بيعملكش كده، الترانسفير كوست بيقول لك التكلفه كام بس. طب ما هو كده ما هو كده دي فروع تكاليف، فروع تكاليف. انت بتتكلم ترانسفير برايس دي، انا بالمناسبه عشان نبقى بس فصلنا، ترانسفير برايس دي تستخدم مع انه نوع من انواع السناتر. مش احنا عندنا حاجه اسمها ريسبونسابيلتي سنتر كوست ريفينيو بروفيت انفستمنت؟ حلو. الترانسفير برايس دي تبقى ما بين مين؟ بروفيت وانفستمنت، ما تبقاش ما بين ادارتين كوست لانه ما فيش برايس هنا، ولا ادارتين ريفينيو لانه ما فيش كوست هنا. انت عايز اداره تكون يكون المدير بتاعها بيتحاسب على الايرادات والتكاليف، فيبقى عنده ايرادات وتكاليف. سؤالي بقى، هو لازم تكون اداره بنفس الشركه ولا تبقى في جهه مثلا الشركه؟ لا لنفس الشركه، لازم تبقى نفس الشركه. ما ينفعش بين شركات شقيقه؟ ممكن ما بين شركات شقيقه، بس الشركات الشقيقه دي مش هتبقى ترانسفير برايس هي هي. يعني الشركات الشقيقه لما تيجي تعمل كونسوليديشن بيشطب الحاجات دي. فاحنا ما بنتكلمش على مستوى الشركات الشقيقه، الشركات الشقيقه دي برضه اللي هي بتبقى انترا كومباني وبتبقى دي بتطلع قوائم ماليه منفصله ودي بتطلع قوائم ماليه منفصله وفي الكونسوليديشن يلجوا. وده هنا بيبقى كاستمر وهنا بتتكلم على ديبارتمنت ما بتطلعش قوائم منفصله. الترانسفير برايس تبقى ايوه بالظبط، هي نفس المفهوم، نفس المفهوم، بس الافليتد دي البيرنت والسبسيدري مع ايوه ممكن صح زي ما حضرتك بتقول، بس اللي انا اقصده انه الترانسفير برايس المفهوم اللي احنا بنتكلم عليه هنتكلم بتوين ديبارتمنت، لكن بتوين الشركات الافليتد بتبقى الفرق الوحيد ان الشركه الافليتد دي بتطلع قائمه منفصله فبيظهر عندها سعر البيع وسعر الشراء. بس يكون بينهم ما هو انا مش معترضه، انا مش معترضه، هيبقى ما بينهم ترانسفير برايس وهيتشطب لما يجي يعمل الكونسلتيشن. لازم يتشطب. لا بيشوف مثلا في خدمات مكان بتاعها مش عندنا بنبعت لشركه شقيقه بره فتدينا احنا كسبيشال برايس بدل ما مع الخدمه دي ب 100 دولار لا ليك انت ب 70 دولار عشان انت سيستم كومباني. كونسلتيشن لازم هتتشطب.
بس عارف انها تكلفه واحده بس بيبقى في اندنج بالانس اكيد يعني مش اللي انا هعمله له هو اللي هيعمله له بيبقى في اندنج بالانس بين الاثنين يا ديبت هنا كريدت هنا ما هو ايوه بس كده الله ينور عليك تمام اه بالبيرنت والسبسيدري تمام او ده ممكن الشركات الشقيقه طيب في حاجه قصه الترانسفير برايس دي الناس استفادت منها في ايه يعني احنا هنشوفها كارقام دلوقتي لكن احنا بنقول اصلا استفادوا منها في ايه استفادوا منها في الشركات متعدده الجنسيه قال لك بياخدوها في التلاعب بالارباح بعض الشركات اللي ليها فروع نقول مثلا شركه زي امريكانا فاتحه هنا ايه ماكدونالدز وكنتاكي ويوي وحاجات كتير جميل القصه بقى هنا الناس دي لما بتيجي اخر السنه بتبقى كسبانه من مصر طيب تيجي تحول ارباحها تلاقي مثلا في قانون في مصر بيقول لها لا لا يجوز تحويل اكتر من 30% من الارباح طب هي عايزه 100% من ارباحها تحولها ازاي ترجعها بقى امريكا ازاي قال لك طب ما ندخلها من تحت حساب التكاليف يعني ايه تحت حساب التكاليف يعني نخلي الفرع اللي في مصر يشتري مننا الفرع اللي في امريكا حاجات بسعر عالي فتبقى باينه عنده تكاليف فيبقى الارباح متصناها في صوره تكاليف وفي نفس الوقت الفرع اللي في مصر لما تبقى تكاليفه عاليه ارباحه هتبقى ايه قليله فحجم الضريبه اللي المصريين هياخدوها من الارباح كمان قليله وصافي الربح اللي هيبقى هنحول منه طبيعي 30% يبقى اللي اتبقى ايه 70% من حته صغيره فهو خد الفلوس طيرها بس طيرها من خلال التكاليف من خلال الترانسفير برايس يعني قالوا لا ده قال المصري يعني الفرع اللي هنا قال لك لا ده انا بشتري المكونات والمواد الخام والحاجات الاساسيه بشتريها من امريكا لازم تيجي من امريكا الفرانشايز مكتوب فيه كده ممكن حاجه كده يعني فاتوره مثلا كومبلايس قلت او اي حاجه كده بس انا بتكلم على الترانسفير دي فده لخص اصول التكاليف بس ده يحصل امتى؟ قال لك ده يحصل في الدول اللي ما بيعرفوش يحولوا فيها الارباح او اللي ضرايبها عاليه يعني لو سهل لمصر قال لك اي ربح تحوله مفيش مشكله المستثمر الاجنبي ياخد فلوسه وقت ما هو عايز بس احنا هنفرض عليه ضرايب 70% هيقول لك طيب الدوله اللي بتعمل ضرايب عاليه عشان نعرف نطلع فلوسنا منها نحط لها ترانسفير برايس عادي والدوله اللي بتعمل ضرايب قليله نحط لها ترانسفير برايس ايه قليل عشان دي اللي تعمل ارباح فالارباح تتراكم في الحته اللي ضرايبها قليله فابتدوا الناس تتلاعب بالترانسفير برايس او دي الميزه اللي احنا بندرسها من الاخر عشان نعرف ان الترانسفير برايس ده مالتي ناشونال كوربريشن بتستخدمه في التلاعب بالارباح في ناس ناصحه زي مصر بقى ودول الشرق الاوسط والكلام ده قال لك احنا نعمل ايه؟ لا احنا هنبتدي نعمل اتفاقات ومعاهدات ان احنا هنبص في الايه؟ في الدفاتر. لو لقينا حضرتك محول حاجه او شاري حاجه باعلى من سعرها في السوق هنشطب لك المعامله كمصلحه ضرايب هنشطب لك المعامله دي ونحسبها لك بالسعر بتاع الريبليسمنت بسعر السوق. تمام؟ وبالتالي حجم ارباحك الحقيقيه تظهر ونحسب ضرايبنا على حجم ارباحك الحقيقيه. ممكن تكتشف برنسبل بوظ لك اللعبه بتاعت الترانسفير. لو مفيش بقى لو مفيش التعاقدات دي او مصلحه الضرايب ما عندهاش القوانين دي حضرتك هتعرف تتلاعب بترانسفير برايس. لو في قوانين دي مش هتعرف تتلاعب بترانسفير برايس. لاغراض السي ام اي بقى. لأغراض السي ام اي هم ثلاث حاجات، أول حاجة الترانسفير برايس ده التحويل ما بين تو ديبارتمنت لسيم كمباني أو ما بين تو سبسيدري اللي إيه لمالتي ناشونال كوربريشن. ثاني حاجة الترانسفير برايس بتتم ما بين تو ريسبونسابيلتي سنتر، بروفيت سنتر وانفستمنت سنتر. ثالث حاجة إنه في الدول اللي ضرايبها عالية هاي تاكس بتساوي هاي ترانسفير برايس. لو تاكس بتساوي لو ترانسفير برايس. دول الثلاث معلومات الاساسيه اللي عايزين نعرفها. شويه معلومات صغيره بقى بسيطه، حاجات كده في الكتاب. اول حاجه الترانسفير برايس تاثيرها هيبقى عالي في البروفيت سنتر ولا في الانفستمنت سنتر؟ في البروفيت. جميل، ليه؟ عشان الريفينيو كوست. بالظبط، البروفيت سنتر قرارين ريفينيو وكوست، وهي الترانسفير برايس يا ريفينيو يا كوست. يا اما تكلفه للي بيشتري يا اما ايراد اللي بايع، يبقى 50% من القرار. من قراراته. لكن الانفستمنت سنتر عنده ريفينيو وكوست وانفستمنت ثلاث قرارات يبقى ده هيبقى تلت بس القرار تلت اهتماماتك او تلت الكنترولبل كوست بتاعك يبقى معنى كده تاثيره بيكون اقوى في البروفيت سنتر. ليه بنعمل ترانسفير برايس؟ يعني ايه اللعبه دي كلها؟ ليه فعلا ما نعملش زي ما كان نور بيقول كده نحول اسمه ايه؟
انت نون كملي 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 الناس انا عماله اقول يا رب يلا كملي ضروري انا برضه حبوا بيبصوا كملي دايما كده معتز بيقول ليه ما نعملش زي ترانسفير ان كوست زي ما كنا شغالين بروسس وخلاص قال لك لا الترانسفير برايس احنا بنعملها بفرض اساس ان احنا نحافظ على الموتيفيشن جوه الادارات ازاي نحافظ على الموتيفيشن قال لك تعالى بقى لازم نقرا سوا ثلاث تعريفات ان الموتيفيشن الحافزيه معناها ايه والحافزيه دي بتتكون من حاجتين جول كونجرس ومانجيريال ايفورت تعالوا نشوف عشان نقرا التعريف ده صفحة 41 يا جماعه هنقرا النص الاولاني للبيج transfer rights are the amount charged by one segment of an organization for good and service it provides to another segment of the same organization. It's transfer rights used by profit and investment center. واحنا قلنا دايما دورها الكبير بيبان في البروفيت سنتر. It's transfer rights should permit a segment to operate as independent entity. هي بتسمح بان انت تعمل كإدارة مستقلة. دي دايما بتستخدم فين؟ في decentralization. في اللامركزية. And achieve its goal while functions من خلال تأدية وظائفها transfer price should motivate manager لازم تعمل حافزية by encourage goal congruence من خلال تشجيعها على تناسق الأهداف and managerial effort والمجهود الإداري الموتيفيشن بقى دول ثلاث تعريف حضرتك هتضطر تحفظهم عشان الاختيار motivation is the desire of manager to attain a specific goal هي الرغبة في الوصول لهدف as the commitment to accomplish the goal ومدى التزامك بتحقيق هذه الرغبة motivation is therefore a combination of goal congruence and managerial effort. الرغبة يبقى مدى التناسق في الأهداف. احنا رغباتنا متشابهة ولا لا. والcommitment التزامي يبقى المجهود اللي ببذله عشان احقق ده. فيبقى الcommitment اللي هو managerial effort. Goal congruence take place تناسق الأهداف ده بيتم when a manager individual goal align with those of organization. لما يكون أهداف الفرد المدير متمشية مع أهداف المنظمة يعني بمعنى أصح لازم كل واحد يبقى عارف انه عشان يكسب لازم المنظمة تكسب ولما المنظمة تكسب هو هيكسب المانجيريال ايفورت is the extent to which the manager attempt to accomplish a goal مدى الامتداد او مدى التزامه بتحقيق الهدف تمام طيب تعالوا نشوف بقى في اكزامبل احنا هنصوت النص ده ونرجع له تاني في اكزامبل في صفحة 42 Blitz Corporation has two divisions, A and B. Division B currently operates at 100% of its capacity and produces two products, widgets and judges. بتشتغل 100% بتشتغل 100% فما عندهاش في قوة اللي حصل ايه؟ produce to division B sell both products to outside customer for 15 and 30 يبقى 15 و 30 ده البراند ماشي variable cost وال variable cost مالين 10 و 3 الفيكس الثلاثة ماشي وبالنسبة للجادجت 16 variable cost و 8 fixed cost كمان حلو جي قال لحضرتك بقى division A which currently purchases widget from an outside supplier for 16 billion A بتشتري من بره 16 دولار الواحدة 150 ده الاوتسايد الويدجت 150 يورو which from B فقالوا بقى would like to purchase 150 widget from division B annually هي كانت بتشتريهم من بره ب 16 وعايزه تشتري من B however if division B increase the production of widget to meet the demand of division A it must stop producing judges entirely للاسف انه عشان يعمل له دي لازم يوقف ده نهائيا مش هيقدر ينتج الاثنين لانه اوريدي ما عندوش كاباسيتي هو شغال ب 100% من الطاقه
فعشان يعمل لك حاجة زيادة لازم يوقف ايه ده. Also to meet stricter quality requirement of Division A, Division B must increase material cost by 0.8 per widget, but the marketing and transportation cost per widget will be reduced by 0.5 per unit. The total number of units judged, produced and sold by Division B is 50 units. كان بيعمل هنا 50 units وحيضطر هنا انه يزود 8 من 10 ماتيريال وينقص 5 من 10 ماركت وتسبورتيشن. دي القصه. بيقول لحضرتك بقى what is the price range within which the transfer price for widget would satisfy both divisions. القصه كلام اداره بي بتشتغل ب 100% وبتنتج منتجين widget وجادج. تمام. وادي التكاليف بتاعتها. إدارة A كانت كده كده تشتري الويدجت من بره ب 150 واحدة بسعر $16 يبقى ده السعر اللي هي كانت بتشتري بيه من بره واللي هي عندها willing to pay عندها استعداد تدفعه ده العادي لكن مش هتدفع أكتر من كده يبقى السقف السعري بتاع A كام؟ 16 يبقى دايما الماركت برايس فور باينج أو بيرشيزنج كومباني is the maximum price. يبقى السقف السعري بتاعك دايما وانت مغمض الماركت برايس. بس انه ماركت برايس خلي بالك لان ده بيبيع ب 15. تمام؟ ده بيبيع ب 15 فما عندوش مشكله انه يبيع ب 16 بالعكس ده هيبقى مبسوط. لكن انت بتقول على اقصى سعر ده يرضى يدفعه. فاقصى سعر الاداره اللي تشتري ترضى تدفعه هي السعر اللي كانت بتشتري بيه في العادي اللي متعوده تشتري بيه في العادي. فاذا اقصى سعر يبقى دايما من وجهه نظر الاداره الباينج عشان لو في سعرين شيب خليك دايما من وجهه نظر المشتري يبقى ده الماكسيمم برايس بتاعك. طب ليه هو كان متعود يشتري من بره ب 16 تمام فقال له خلي بالك ان بيل كان بيبيع لحد تاني بي ده كان بينتج المنتجين ويبيعهم اوريدي لحد تاني ودي اداره كانت بتنتج حاجات ثانيه تمام وخلي بالك لسه ده هيزود له 8 من 10 ف 8 من 10 فوق 15 والماركتنج اللي كانت بتيجي فاضلين فيها قانون دي شكلها كده حسبه لا فيها قانون بس احنا هنمشيها واحده واحده على راسنا يجي بعد كده يقول لك تعالى ده الماكسيموم يبقى احنا اتفقنا ان احنا عندنا ترانسفير برايس هيبقى له 5-6 اسعار هنتكلم عليهم بس عرفنا ان الماكسيمم دايما مين الماركت برايس وفي نفس الوقت يا جماعه اي سؤال لافراد السي ام اي سؤال يقول لك اوبن ماركت او فري ماركت في سوق حره يبقى الاوبتيمال ترانسفير برايس هو الماركت برايس السعر الامثل دائما هو سعر السوق من وجهه نظر الاداره المشتريه طول ما في سوق لكن لو ما قالكش بالتمرين ان في سوق تبتدي تتكلم على ايه؟ حاجات بقى اقل من سعر السوق، لان مفيش سوق فنعرف نتكلم بقى، انت كده كده مش هتعرف تبيع حاجتك بره. طيب المينيموم بقى المينيموم دايما في الاسعار هي ايه؟ 15 في قاعده بتقول ان المينيموم برايس دائما هو السعر اللي يغطي الفاليبل كوست. دي قاعده في التسعير لما تيجي تاخد البرايسنج ديسيشن في البارت الجاي هتبقى عارف دائما انه الماكسيموم هو سعر السوق والمينيموم هو الفاليبل كوست. يبقى انا عندي المينيموم هنا هو الفاريبل كوست واحنا مغمضين بس امتى نقدر نقول ان المينيموم هو الفاريبل كوست؟ if available capacity within the relevant range or both ideal capacity يعني ايه الكلام ده؟ all variable cost all variable cost all variable cost including the marketing all variable cost يعني انت بتقول على السعر فالسعر بيغطي اجمالي التكاليف تمام فيبقى انت بتتكلم على الفاريبل كوست طيب ايه قال لحضرتك هنا امتى تقول الفاريبل كوست الكلام ده لو حضرتك عندك طاقه عاطله if available capacity في طاقه متاحه للانتاج فبتقول انا عشان اشغل المكنه دي تمام انا الفيكس بتاعها كنت دافعه سواء اشتغلت ما اشتغلتش كنت هدفع الفيكس فعشان اشغلها لمصلحتك على الاقل اديني الـ
فاريبل بتاعها اللي هي الفلوس اللي هطلعها زياده من جيبي اللي كنا بنقول عليها اول اللي هنقوله عليها بعد كده انكريمنتال كوست التكاليف الاضافيه اللي انا حاطها لها عشان حضرتك تاخد المنتج بتاعك. فلو قال لك في ايديال كاباسيتي او افيلابل كاباسيتي في طاقه عاطله او طاقه عطلانه متاحه معاك يبقى دايما المينيمم بتاعك هو الفاريبل كوست. بس احنا لما جينا بصينا هنا لقينا ايه؟ نو ايديال كاباسيتي، الراجل ده شغال فوق الكاباسيتي، يبقى ساعتها المينيمم برايس بتاعي هيبقى ايه؟ لازم يكون اعلى. بلس اوبورتيونيتي كوست. فاليوبل كوست بلس اوبورتيونيتي كوست. ليه؟ ايه بقى الاوبورتيونيتي كوست؟ ليه اوكسينا الون يورك؟ دلوقتي يا جماعه لو انت وبقى لحد انا دلوقتي اكمل انا هقولها لسه القصه فيها حوار بس هنطلع من هنا لهنا كل ده انا دلوقتي المينيمم قلنا الفاريبل ده لو في طاقه عاطله. طب لو مفيش طاقه عاطله يبقى في حلين، ان انا هاجر مكنه مخصوص هفضل انتج اللي انا بنتجه واجر لك مكنه مخصوص عشان انتج لك، يبقى انا كده المينيمم بتاعي بقى الفول كوست فاريبل وفيكس. ثمن الايجار بتاع المكنه ده فيكسد والفاريبل بتاع التصنيع يبقى فاريبل وفيكسد معانا. يعني في الكيس دي الجي برودكت ده يعتبر طاقه عاطله. لا ما انا استنى انا اكمل بس اكمل، انا لسه ما جبتش ناحيه الكيس بتاعتنا خالص. انا بقول دلوقتي ان انا لو ما عنديش طاقه عاطله وهاجر مخصوص عشان انتج لك او هزود الطاقه بتاعتي عشان انتج لك مخصوص دون المكاس بانتاجي، انتاجي ماشي زي ما هو، ويدجت وجادجت هنتجهم زي ما هم واوسع شويه عشان خاطرك، فالتوسيعه دي فيها توتال كوست فاريبل وفيكس، يبقى ساعتها المينيمم بتاعك بقى ايه؟ التوتال كوست بقى التوتال كوست اللي هو الفاريبل بلس الفيكس. شوط لا تنظيم تمام؟ طب انا دلوقتي قلت لا ده انا ما عنديش طاقه عاطله بس مش هوسع هعمل ريبليسمنت احلال او ديسبليس هشيل حاجه واحط حاجه مكانها. فلما يقول لي في التمرين ده انت هتعمل ريبليسمنت اور ديسبليس هتشيل حاجه وتحط حاجه مكانها، يبقى معنى كده انه انت وزان الريليفنت رينج لسه ما خرجتش، انت ماشي كده ما فتحتش فضلت زي ما انت، انت شلت من اللي جوه وحطيت حاجه بدلها، شال هنا الجادجت وحط بدله ال 150 وحده، اذا في فيكسد كوست زياده اتصرفت؟ لا، يبقى ساعتها بره الفيكسد كوست. امال ايه بقى؟ قال لك الفاريبل بلس التعويض عن الربح المفقود نتيجه الحاجه اللي انا ضحيت بيها. مش انا جوه انتاجي دلوقتي او جوه مصنعي ضحيت ب 150 او ب 50 وحده جادج، كان في شريحه جوه هنا كده 50 وحده جادج شلتهم وحطيت الوحدات ال 150 بتوعك؟ طب ال 50 الجادج اللي انا شلتهم دول شلتهم عشان تواب عيونك؟ لا طبعا، ادام انا شلتهم لازم تعوضني وتديني حاجه تقول لي كتر خيرك ان انت شلتيهم. يبقى انا لو عندي طاقه عاطله المينيمم بتاعي فاريبل، ما عنديش طاقة عاطلة لازم أركز في التمرين وأقف شوية. لو ما عنديش طاقة عاطلة وهوسع الطاقة هزود حجم إنتاجي دون المساس بخط إنتاجي الأساسي يبقى هاخد التوتال كوست. الفيكسد والفاريبل وأي مصاريف يقول لي هيصرفها مخصوص على الحياة. الفيكسد والفاريبل اللي أنا بنتجه أصلاً واللي زودته. واللي زودته. تمام؟ كل أي مصاريف هيحطها علشان يرميها هنا. من الآخر كل التكاليف اللي هتصرفيها عشان هتحمليه دي. لكن لو قال لك لا ده انا مش هزود طاقتي، انا كل اللي هيحصل ان انا هعمل ريبليسمنت، هشيل حاجه من عندي اوقفها واعمل لك اللي انت عايزه مبسوط، يبقى ساعتها حجم الانتاج او الريليفنت رينج بتاعه ما اتفتحش ما اتغيرش، يبقى الفيكسد كوست مالهاش دعوه بالموضوع، بقى الفاريبل. طب وايه؟ وتعويض عن الربح المفقود. طب اعوضه ازاي عن الربح المفقود؟ الاوبورتيونتي كوست ده يتحسب ازاي؟ قال لك ده عبارة عن التوتال كونتريبيوشن مارجن فور فورجن برودكشن على النمبر اوف نيو برودكت فورجن الضائع او المفقود.
هامش المساهمة المفقود للوحدات القديمة أو الوحدات اللي أنا كنت بنتجها على عدد الوحدات الجديدة. القانون مش مكتوب فاكتبوه، هو بيحل على طول. ايوه صح، معلش ثانيه اما اخلص كلامي حاجه انا هموتها. هو كله يا ولد كده ايه، خلاص احنا بنلمه. وممكن مثلا عنده مثلا طاقه عقله في الفتره دي مثلا تنفي بوست اللي هو عايزه، تمام، الفتره اللي بعدها كده بقى ده تمارين البارت الجاي بقى هيحصل اللي انت بتقوله ده، فهتحسب التكلفه للنص ده لوحده وفيكسد فاريبل وفيكسد فاريبل هنا وتجمع الاثنين على بعض وبعدين تقسم على مفاصل التكلفه لوحده. ده حوار انت مش هتاخده فيه، البارت الجاي هتعيش معانا ما شاء الله. انت هتجيب فيه طيب من ده اللي في مذاكر تمام. اوكي نرجع تاني عشان ما ننساش، احنا قلنا ايه المينيمم بتاعي هو التوتال كوست الفاريبل والفيكسد لو ما عنديش طاقه عاطله او مش هعمل ريبليسمنت او ديسبليس، لكن لو هعمل ريبليسمنت او ديسبليس هيبقى فاريبل بلس اوبورتيونيتي، الاوبورتيونيتي هتبقى توتال كونتريبيوشن مارجن فور جان على النمبر اوف نيو برودكت. ملاحظين كده ان احنا عملنا ايه؟ ده كان اعلى حاجه صح؟ وده كان اقل حاجه. الحد ده عالي شويه بقى فاريبل وحته، عالي شوية بقى فاريبل وفيكسد، ممكن يعلى بقى أكتر من كده يبقى إيه؟ صح كده، يبقى أنت بتتكلم إن ممكن يبقى أنا بسعر الترانسفير برايس على أساس إنه التوتال كوست بلس مارك أب هامش ربح، مارك أب هامش ربح. فقلل حضرتك المساحة دي، المساحة ما بين السعر ده والسعر ده ما بين اجمالي التكاليف بقى والماكسيمم برايس اللي هي التوتال كوست بلس المارك اب هامش المساهمه، ده دي بنسميه نيجوشيشن برايس. انت دخلت بقى في مساحه تفاوض، يعني المارك اب ده بقى دي مش هيبقى نفس سعر السوق، انت بتقول انا عايز حاجه وزني، فهتبتدي تتفاوض بقى يحط كام. يعني هو يتفاوض مع البارتنر الثاني يقول له بدل مثلا بشتري 16 اخدها منك 15 و15 ونص، هو يقول له انا بطلعها ب 15 طب خليها 14 مش كده. تكاليفه بيتكلموا في خمس ربح هيجيبوا لبعض. يبقى انت عندك ايه؟ ماكسيموم سعر السوق، وده ثيوريتيكال وده احسن حاجه طول ما في سوق مفتوح. وهنشوف احسن حاجه ليه وهنقراها نظري وهنحفظها. ومينيموم يبقى الفاليو. بس ده لو في طاقه عاطله، مفيش طاقه عاطله يبقى نبص هتعمل احلال ولا مش هتعمل؟ مش هتعمل يبقى فاريبل وفيكسد، طب هتعمل يبقى فاريبل وابورتيونيتي كوست. طب اي حاجه ان بتوين عشان ما نحفظش يبقى نيجوشيتد برايس. طيب تعالى بقى شوف الراجل ده عمل ايه، هو قال لك اديني الرينج، فقلنا له الرينج الماكسيموم ومينيموم. الماكسيموم كان سعر السوق، طب المينيموم هنا هينطبق على انهي قاعده؟ دي ولا دي ولا دي؟ الفاريبل بالظبط. انا كده بقى عندي ثلاثه مينيموم، يا فاريبل بس يا فاريبل وفيكسد يا فاريبل اوبورتيونيتي. انا لقيته هنا الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده انا هعمل ديسبليس، هعمل احلال، هوقف الجادج وانتج لك المنتج بتاعك، يبقى انت في انهي كيس؟ في الكيس دي. تمام؟ يبقى دي اللي احنا محتاجين نحسب. الصفحة اللي احنا سبناها يا جماعة تعالوا نرجع لها، صفحة 41 Determination of Transfer Price، شايفينها؟ اوكي يقول لي Market Price Assume a market exists in theory the optimal method، يبقى ده الماكسيموم بتاعك، اكتبوا جنبيه كلمة ماكسيموم. تحت ال Variable Cost دي بتبقى as minimum price، ده المينيموم اهو، بس هنكتب جنبيها if available capacity اللي هي رقم 6 variable cost، بنقول if available capacity يعني في طاقة معطلة. اه لو في طاقة عاطلة تمام. ومفروض نكتب بقى في النص ما بين الاثنين variable cost plus opportunity cost.
كلهم ما بين الاثنين يعني انا خمسه اثنين وثلاثه واربعه وخمسه دول ممكن اشطب عليهم كلهم تمام واكتب واكتب رقم خمسه اهي مينيموم بيساوي فاريبل بلس اوبورتونيتي كوست واكتب جنبيها ده لو قال لي ديسبليس لو عمل احلال واربعه في المينيموم هيساوي فاريبل بلس فيكسد ده لو ايه نو كمثل مفيش طاقة عاطلة ورقم ثلاثة النيجوشيشن اللي هي اثنين وثلاثة أي حاجة نيجوشيشن تمام ده ديسبليس ما هي برضه نوكا بس دي بس هيعمل ديسبليس هنا مش هيعمل ديسبليس نوكا بس انا كاتباه زي ما هو كاتب انا كاتباه الترتيب اللي هو كاتبه لكن انت لما هتحل مش هتحل كده مش هتقعد تعمل يلا عشان نرجع نيجوشيشن ده يرجع مرجوعنا لاساسنا اساسنا كان بيقول لحضرتك ايه عايزين المينيمم برايس هنا اللي هو الفاريبل بلس الاوبورتيونيتي جميل فين الفاريبل 10 صح و8 مش قال لك انا لو هنتج هدور لك 8 مكتوب وهوفر 5 تمام طب فين الاوبورتيونيتي كوست عليك السلام ورحمة الله. الاوبورتيونيتي كوست فين؟ 30 مثلا. قال لحضرتك هامش المساهمة للمنتج ده كام؟ 30 ناقص 16 14 في 50 وحدة. 50 وحدة مش احنا كاتبين توتال كونتريبيوشن مارجن يبقى ده اجمالي هامش الربح المفقود. مقسوم على عدد الوحدات اللي انا هنتجها ال 150 انا هفقد 700 دولار اللي هم 14 في 50 هفقد ربح 700 دولار مقابل ان انا هنتج 150 وحده يبقى لازم كل وحده من دول تعوضني عن جزء من الربح الضائع تمام فهيطلع كده كله كام 14 باين 97 او حاجه ده خلاص الحل ده؟ يبقى فين الماكسيموم وفين المينيموم؟ لما يقول لك هات الرينج بتاعك يبقى انت الماكسيموم بتاعك هو سعر السوق للاداره الشاريه وانت مغمض المينيموم هيبقى على حسب الظروف فاريبل كوست ولا فاريبل اوبورتيونيتي ولا توتال هنا الفاريبل اوبورتيونيتي يعني طلع 14 97 يبقى الرينج بتاعك ما بين 16 و14 وشويه ايه؟ الفاريبل بتاعك هو ايه؟ 10 و8 ناقص 5 صح؟ زائد الاوبورتيونيتي كوست الاوبورتيونيتي كوست الكونتريبيوشن مارجن بتاع الاداره اللي ضايعه فيبقى 30 ناقص 16 في 50 وحده عشان احنا عايزين التوتال مقسوم على النمبر اوف يونت تو بروديوس اللي انت هتنتجهم 150 يطلع كله 14 شويه يبقى الرينج بتاعك ما بين ال 16 وال 14 وشويه. ودي مكتوبه في الحل بالتفصيل. تعالوا بقى صفحه 44 الاول. وبعدين في حاجه هنقولها في الاخر. You're choosing transfer price model. هتشتغل على انه واحد. لو جه جالك سؤال وسكت وقال لك يبقى ترانسفير برايس ايه؟ هتختار ايه؟ يعني لو ده كل التكاليف وكل الاسعار التمرين وقال لك الترانسفير ما قالكش رينج قال لك اديني ترانسفير برايس هتختار ايه؟ 14 بوينت ايه؟ اللي هو بالظبط ايه؟ سعر السوق والله عشان احنا اتفقنا انه نظريا افضل سعر في الدنيا هو سعر السوق ليه بقى؟ هو اللي هيقوله لي دلوقتي بيقول لي ان جنرال ذا ماركت برايس ميثود از بريفيرد ان سيتويشن when the market price for good or service is available. ده بيجي كام صفحه 44
ماشي. يبقى يا جماعه لازم نبقى متفقين طول ما في سعر سوق في التمرين حضرتك وانت مغمض ترانسفير برايس بتاعك ايه؟ سعر السوق وشكرا عشان ما تمشيش وراك كتير. فوين ماركت برايس از نوت افيلابل لما سعر السوق ما يبقاش موجود ذا نيجوشيت برايس ميثود از بريفيرد. احسن حاجه لازم تبتدي ايه؟ تتفاوض. فوين نايزر از اكسبتابل كومباني ماي تيرن تو وان اوف ذا كوست ميثود. لو التفاوض كمان مش نافع ممكن نبتدي بقى نعمل ايه؟ نشوف التكلفه كام؟ نتكلم من تحت بقى. كوست بيزد ميثود ار نوت ريكومندد وده العيب الاساسي، محدش بيحب يروح يحسب التكاليف. بيكوز ذي كان ليد تو موتيفيشن بروبلم بتوين بارت such as the seller not actively controlling cost because they are simply passed on to the buyer. اوحش حاجه في قصه ان احنا نشتري بالتكلفه ايه؟ انا بالنسبه لي هبقى مبسوطه. تمام؟ لكن ده هيعمل عدم حافزيه للي بيبيع، لانه اللي بيبيع عارف اي تكلفه هيعملها هينقلها لك، فمش فارقه معاه، مش هيبقى عنده اي حافزيه انه يضغط التكلفه. The logic of choosing transfer price model and setting transfer price starts with the make or buy decision. If there are outside suppliers for a product or service, then the market price model should be used. The company should compare the selling unit variable cost to the market price for the external substitute. If the external market price is lower than internal variable cost, the buyer should purchase externally to motivate the internal supplier to find a way to lower cost. يبقى القصه كلها اشتري من جوه ولا اجيب من بره؟ قال لك الديسيشن اللي احنا خدناه مره في التكاليف اللي هو ايه؟ ميك اور باي، ان سورس ولا اوت سورس؟ فكنا بنقول بنحسب التكلفه بره ونحسب التكلفه جوه والارخص احسن. فطول ما في سعر سوق وسعر السوق بيبقى ارخص من الامكانيه بتاعه الانتاج جوه يبقى اشتري من بره. ولما تشتري من بره وتاخد دايما سعر السوق ده هيعمل موتيفيشن اللي جوه انه ايه؟ يخفض تكاليفه عشان يحول. So when the internal variable cost is less than external market price, then the buying unit should purchase internally as long as the selling unit has excess capacity. يبقى لما يتكلم على الفاريبل يتكلم عليه طول ما في طاقة عاطلة. عشان كده قال لك لو الفاريبل أرخص خد بالفاريبل لو في طاقة عاطلة. The variable cost model is best for low capacity. And the market price model is best for high capacity. يعني ايه؟ يعني لو في طاقه فايضه وانت مش عارف تعمل ايه بكام اله وكام عامل اللي قاعدين اشتغل بالفاريبل كوست وانت بتشغل الدنيا. تمام؟ لكن لو انت اوريدي شغال ايه اللي يخليك توقف انتاجك او تعمل ديسبليس او تعمل احلال؟ يبقى ابسط الامور ما تخسرش، يبقى تبيع بسعر السوق. If the selling unit is full capacity, the buying unit should purchase externally as long as the selling unit can generate more profit from a sale to an external source. Then will be lost if the buying unit pays the external market price for the item. When the opposite is true, the buying unit should purchase internally and pay market price for item. والله حضرتك لو في سوق خارجي وانت شغال طاقة كاملة يبقى يفضل ان انت تبيع للي بره. تمام؟ طول ما سعر بيعك انت اغلى. يعني هنا يا جماعه لو انا ببيع للي بره ب 17 تمام؟ وانت بتشتري من بره ب 16، يبقى الحل المثالي للشركه دي ايه؟ ده يفضل يبيع للي بره وده يفضل يشتري من بره. لكن هنا انا ببيع ارخص. يبقى في الحاله دي حتى لو مفيش طاقه فائضه لا انت تشتري من جوه ارخص من ان انت تشتري من بره، لانك حتى لو اشتريت من جوه ب 15 الاداره دي مش خسرانه وده موفر. فعشان كده القصه بتاعت الترانسفير برايس محتاجه تحليل. لكن لاغراض الاسئله اللي احنا هنشوفها دلوقتي بتاعت سي ام اي احنا مش هنلعب اللعبه دي، احنا هنتفق على ثلاث قواعد. القاعده الاولانيه في سوق يبقى ماركت برايس، في سوق بس انا عايزه رينج يبقى بتكلم على المينيموم بتاعي، في طاقه عاطله يبقى فاريبل، مفيش طاقه عاطله يبقى فاريبل اوبورتيونيتي او توتال كوست. اي حاجه غير كده تبقى نيجوشيشن وشكرا. يبقى دي القواعد اللي انا همشي عليها. اوكي طيب انا عايزه اوريكم بس الحته بتاعه الشركات متعدده الجنسيات.
40. شايفين العنوان بتاع المالتي ناشونال كومباني؟ ثالث سطر، ثالث سطر فيها من اول النقطه. The use of transferred rights by multinationals to gain tax and income advantage can conflict with the use of transferred rights to evaluate performance or to create performance incentives. In addition, the non-financial difference among the country in economy or law or customer must play a part in evaluating a foreign division rhythm. When as with any performance evaluation, a multinational company should focus on separating controllable from non-controllable costs, basing assembly only on a cost on costs that can be affected by manager choice, factors such as currency devaluation, زيادة في قيمة العملة, trade restriction أو الطيولة على السيجارة, and the prevailing cost of goods, والمزايا في تكلفة الإنتاج and labor effect profit, but are outside management control. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ بيقول لك ان مشكله الترانسفير برايس اللي احنا كنا بنلعبها اللي احنا بنستخدمها للتلاعب على الضرائب دي بتعمل مشكله عند تقييم القطاعات. انت لما بتقيم القطاع بتقيمه بناء على الايرادات والتكاليف اللي حصلت. طب ما انت متلاعب في قصه الايرادات والتكاليف بتاعتي، فيبقى ساعتها هتبوظ لك عمليه التقييم. وكمان وانت بتعمل عمليه التقييم بتراعي حاجه، مش بس بتراعي قصه التلاعب في الترانسفير برايس، بتراعي ان بيبقى فيه بعض العوامل المؤثرة على أداء الإدارة دي، وبتبقى المدير ما بيقدرش يتحكم فيها. زي إيه؟ زي إن الإدارة دي تكلفتها قليلة مقارنة بأي إدارة تانية. ليه؟ أصل الإدارة دي في مصر، وسعر العمارة في مصر قليل، وسعر المواد الخام في مصر قليل. فأنت بتقول ده الإدارة دي تكلفتها قليلة وعملت أرباح عالية، مع إنه في الحقيقة هي مش تكلفتها قليلة عشان المدير قدر يعمل كنترول على التكاليف. ده قدر، ده المدير قدر، ده سوري، ده تكلفتها طلعت قليله عشان حاجات عوامل نون كنترولبل، بترجع للظروف بتاعه الايكونومي بتاعه الاقتصاد اللي هو قاعد فيه. بس هو كنترولبل ده بالتشويس بتاع مايكروسوفت مثلا لما ضاعت عملت البرانش في الهند. يبقى انت بتتكلم ده اول ما ضاعت برانش عملته في الهند عشان هناك يبقى المدير بتاع البرانش بتاع الهند هو اللي ممتاز، ولا رئيس مجلس الاداره اللي خد القرار، او الراجل بتاع التخطيط الاستراتيجي هو الممتاز؟ بالظبط، تمام. فقال لك يبقى انت لما تيجي تقيم المدير اللي تحت خلي بالك انه الراجل ده مش هو اللي ضابط التكاليف، ده اختيارك للموقع هو اللي ضابط التكاليف. المانجر. اوكي، في لقطة أخيرة بقى في ترانسفير برايس عشان يخلص من الحتة بتاعت إن إحنا ما نقيمش غلط دي. قال لك ساعات بيسمح، مش ترانسفير برايس كده كده بتتشطف في الآخر؟ يعني هي معمولة بس عشان نديك فرصة إن إحنا نقيمك؟ لا، وكمان بنديك فرصة إن إحنا نقيمك، يعني إحنا عاملينها أصلا عشان الموتيفيشن والإيفالويشن. طيب، إيه رأيك بقى لو اللي بيشتري أثبت إنه شاري بالتكاليف، واللي بايع اثبت انه بايع بسعر البيع؟ فبقى عندك هنا ايه؟ دول برايس، سعرين لنفس الحاجه اللي منقوله من هنا لهنا. دي مشكله في المانيبيوليشن. تمام، سيبك من المانيبيوليشن، هو مفيش حاجه هي على مستوى دفاتر الشركه العمليه دي ما حصلتش. العمليه طلعت من هنا بالتكلفه ودفعت هنا بالتكلفه، لكن على مستوى السيجمنت ريبورت التقرير بتاع الاداره دي الراجل ده كاتب هنا انه مدخل بالتكاليف فموفر، والراجل هنا كاتب انه مطلع بالايرادات عامل مكسبه عادي كانه باعها للخارج. تمام، فقال لك يبقى ده اسمها دول برايس ولا يفضل اتباعها، ولكن ممكن تتبعها لاغراض البرفورمانس ايفالويشن، تقييم الاداء، عشان لما تطلع السيجمنت ريبورت هنا انت مش ظالم ده ولا ظالم ده، ولا مقعدهم مع بعض يعملوا نيجوشيشن، يعني ما انتش واجع دماغك، اكتبوا اللي انتوا عايزينه وانتوا هنا اكتبوا اللي انتوا عايزينه، كانك عملت اليمينيشن للجزء ده من التكلفه والايراد عند التقييم بتاع اداء ده واداء ده. ايوه، يعني انت اكتب اللي انت عايزه، الحته دي انا مش هحاسبك عليها، وانت اكتب اللي انت مش هحاسبك عليه، انا على مستوى الشركه في الاخر هو المنتج وانتك في شركتي واتباع. تمام؟ فدي اللي بيسموها الديوال برايس، الحته دي في الصفحه اللي انا شفتها في النص يا جماعه، صفحه 41. صفحه 41، الحته اللي بالظبط بيقول لي is another method where both the selling and the purchasing department record the transaction at different price. For example, the seller records it at market value, but the purchasing department records it at variable cost of production. As a result, each department's results are more positive on paper. على الورق. Another
used for decision making, but market price is used for evaluation. يعني على مستوى الشركة الديسيشن بتاعك ان انت بالفاليو بتنتج بالفاليو، لكن على مستوى التقييم فانت شغال هنا بالبرايس عادي خالص. تمام؟ ايه؟ طيب ماشي هناخد بريك، اصل انا لقيته خلاص رفع ايده. تمام يا جماعة هناخد البريك ونرجع نشوف الأسئلة بتاعة ترانسفير برايس ويبقى ناقص لنا إن شاء الله البالانس سكور كارد. بس البريك ربع ساعة لن يزيد عشان نلحق نخلص ونقول كل اللي احنا عايزينه.